نجمة شابة قدرت تخلي بصمتها بالوسط الفني العراقي، وكان لها دور جدا مهم بمسلسل بنات صالح. يلا ويانا نروح مع بيداء المعتصم. نبدي ببنات صالح على ام بي سي عراق. عندي بطولة ان شاء الله تعجبكم، وانتظر اكيد اراءكم، يعني انتم رايكم يهمني كلش. ويا استاذ محمد هاشم، ويا يعني شخصيتك العفو سريعا. ما اقدر احكي كلش عنها لان احكي كلش يعني عنها لان براحتي هذا الموضوع، بس انه راح اطلع صديقة وحده من بناته اللي هي نور، وياها بالجامعه، وتدور احداث بهاي الاشياء. يعني اكو المفروض اكو حبك واشياء لطيفه، يعني وما اريد احكي لكم تفاصيل اكثر حتى تتابعون وتقولوا لي. حلو، نجي هسه شويه حياتيا. متفقين؟ برج شنو؟ عذراء. اكثر شغله تحبيها بالعذراء شنو؟ انه وفي لاصدقائه ويهتم بالتفاصيل وحقيقي. ممتاز. أكثر شغلة ما تحبيها بالعذراء؟ قلق جدا كل شيء، يفكر كل شيء هواية ونحس. نحس أنت؟ كل شيء. ما مبينه. كل شيء نحس. تمام. احكي لنا شوية عن حياتك. شنو الشغلة اللي ما نعرفها عن بيداء المعتصم؟ الجمهور ما يعرفوه. فخلينا نقول شيء حصر الريد من عندك. ما عندي شيء حصري عن نفسي، يعني ما أعرف، يجوز إذا سألتني يمكن أجاوبك، بس أنا بالعموم يعني كلش واضحة، حياتي واضحة، مو من النوع اللي صح. أنا ضد إنه الواحد كل شيء يظهر على السوشيال ميديا، بس أنا عفوية، يعني مو من النوع اللي أتكلف بأشياء أو ألتزم بأمور، وأكو أشياء أصلاً مرات ورا ما أنشرها أو ورا ما أقولها أقول هاي إيش حكي إيش سوي شنو، قد ما عفوية. فبس يعني. بيداء طموحك وين؟ طموحي والله ما إلى سقف الصراحة، بس أنا مؤمنة إنه الله دائما ينطيني الأشياء الحلوة على قد ما أني أسعى لها، ولكل مجتهد نصيب إن شاء الله. ما إنه إحنا برمضان تحبين تسامحين، تحبين توجهين كلام، هاي بقت يمك لكل الناس اللي ظلمت بيداء. صعب هذا السؤال الصراحة، لأن أنت جاني بتوقيت، يعني أنا بالعادة أحب أكون متصالحة ويا نفسي ويا الناس، وما أحب أكون عداوات أبدا، حتى اللي يضوج من عندي أحاول إنه لا يعني أمشي الأمور. بس بهذه الفترة حسيت إنه أكو ظلم بهواي تفاصيل، بهواي أمور على صعيد العمل، على بالحياة الطبيعية. فما أدري، أنا أشوف إنه حتى إنه دائما يكون، يعني حتى إنه أشوف الدنيا بغير نظرة، دائما أقول إنه لا، الله دائما يضم الأحسن والأحلى، وهذه كلها أمور إحنا نتعلم منها ودروس، يعني إن شاء الله تفيدنا بالمستقبل.